هل المسيحية واليهود يعلمون أن كتابهم محرف؟ نعم نعم يعرفون ذلك، يعرفون أن كتابهم محرف، وهم ينصون على ذلك في كتبهم أصلا، ولكن علماؤهم ينصون في كتبهم أن هذه أنجيل محرف. وأنصحكم بكتاب إظهار الحق للشيخ أحمد رحمة الله بن خليل الله الهندي، اسمه إظهار الحق. هذا الكتاب كانت مناظرة، وهو من علماء الهند، مناظرة بين هذا العالم في الهند مع الاحتلال الإنجليزي للهند في تلك الفترة، وجاءوا بكبيرهم، كبير علمائهم، كبير القساوسة في بريطانيا، وجاء وناظر الشيخ رحمة الله بن خليل الله الهندي، تناظرا في الهند واتفق على 5 مسائل يتناظرون فيها، وهي: هل الإنجيل كلام الله؟ المسألة الثانية: هل الله واحد أو ثلاثة؟ المسألة الثالثة: هل عيسى إله أم بشر؟ المسألة الرابعة: هل محمد نبي أو كذاب؟ المسألة الخامسة: هل القرآن كلام الله أو كلام محمد؟ 5 مسائل. وجلسوا وتناظروا في المسألة الأولى، واستمر الحوار لمدة 14 ساعة على فترتين، وفي النهاية أقر الإنجليزي أن الحق أن التوراة والإنجيل، لأن النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل، يسمون الكتاب المقدس كما هو حال هذا الكتاب المقدس، هذا عندهم هو العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. فأقر أنه فعلا محرف. ثم تناقش في اليوم، مو في اليوم الثاني طبعا، بعد أيام حددوها، تناقشوا في قضية هل الله واحد أو ثلاثة، ثم أقر الإنجليزي أن الله واحد وليس بثلاثة. ثم جاءت النقطة الثالثة فهرب ولم يكمل. ثم سافر الشيخ رحمة الله بن خليل الله الهندي إلى المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وكان في الحرم، فسمع به أئمة الحرم في ذلك الوقت أن هذا هو الرجل الذي ناظر القس في الهند، فجاءوه وطلبوا منه أن يكتب لهم ما وقع، فكتب حادثة المناظرة هذه وكيف بدأت وكيف كذا. ثم طلبوا منه أن يكتب الثالثة والرابعة والخامسة فيما لو ناظره ما هو الجواب، فذكر وألف الكتاب، والكتاب موجود بطبعة قطر، اسمه إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الله الهندي. وأيضا هناك كتاب ثاني اسمه المناظرة، بس ذكرت المناظرة فقط في هذا الأمر. نعم يعرفون ذلك.